لاعب نادي موناكو الفرنسي والمصري الوحيد اللي تدرب تحت قيادة ديدي ديشامب علشان يقول رأيه في مباراة بكرة. كابتن مظهر عبد الرحمن، يا كابتن مظهر اهلا، ازيك؟ عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ كله كويس، منور على قناة الاهلي. ربنا يخليك، ده بوجودك ربنا يخلي حضرتك. طبعا حضرتك المصري الوحيد زي ما انا قلت اللي تدرب تحت قيادة ديدي ديشامب، وبالتالي عايز اعرف رأي حضرتك في مباراة فرنسا وكرواتيا وفرص الفريقين في الفوز باللقب. والله بص، بسم الله الرحمن الرحيم. فرنسا او ديدي ديشامب بالاخص متطبع بالطبع الايطالي من ساعه ما كنت بلعب في موناكو 2001، وهو نفس فرقه موناكو لعبت نهائي تشامبيونز ليج 2004 ضد ميريو لما كان ماسك بوردو. بوردو كسبت 3-0. ديدي ديشامب بيلعب بثلاثه ديفندر ايطاليا بالظبط، بيخلي كانتي ده من السرد باكين عشان يقفل الحته دي خالص، وبيلعب بثلاثه مهاجمين تماما تماما ايطالي بحت طول عمر ديدي ديشامب كده. بالنسبه لماتش بكره، على الورق فرنسا اجمد بكتير جدا. مظبوط مظبوط، بكتير جدا، لان ان هو ما ياخدش مارسيال وما ياخدش لاجازات اتنين، ان هو عنده ترسانه من اللعيبه وبنزيما. يا كابتن مظهر، لا ما هو بنزيما عشان في مشاكل، يعني بنزيما بس في مشاكل، فاقول ايه ان ده يعني ايه بره، بس ان هو ما ياخدش مارسيال ولاجازات اللي بيلعبوا في مانشستر يونايتد وارسنال اساسيين اتنين، ان هو عنده ذخيره لا حصر لها. ورابيو اللي برشلونه بيفاوضه على اعتاب من الانضمام لبرشلونه، يعني برضه ده حاجات انت لا تتخيل اللعيبه. صح، لا تتخيل اللعيبه. هو عنده ترسانه من اللعيبه، احسن لعيبه في العالم، احسن ديفندر في العالم، احسن رايت سايد في العالم، احسن ديفندرين، احسن سيرد باكي، كل حاجه احسن حاجه. فعلى الورق هو يكسب. كرواتيا فاجئتنا كلنا. مظبوط، ديفندرين عالميين معروفين طبعا لكل الناس، وثلاثة مهاجمين فاجئوني أنا شخصيا. صح. ما تعرفش الكورة، ما أنا يعني بكرة يبقى الأوف دي بتاع فرنسا. طيب هل حضرتك شايف امبابي مع باريس سان جيرمان مختلف مع ديدي ديشامب، وإنه مع منتخب فرنسا بيأدي بشكل رائع أكتر وبحرية أكبر بكتير من اللي بيأديها مع باريس سان جيرمان؟ هل ديشامب ليه دور في كده؟ في باريس سان جيرمان رقم كتير في النجومية. في باريس سان جيرمان مش الأول طبعا، في نيمار وفي كافاني طبعا. بالظبط. فانت تخيل بقى انا اعمل ماتش وكل اللي حواليا قريبين مني واخد وضعي واحس ان رقم واحد، اي حاجه اعملها لعيب الكره لما بيثق في نفسه صح تماما وبيحس ان هو رقم واحد بيعمل حاجات كل حاجه بيعملها وهو واثق في نفسه بتلاقيها بتمشي وبتبقى. فهو طبعا فرنسا في الاعلام الفرنساوي اخر اسبوعين خلوه التمثال زي هنري، بص زيدان الجديد، كل حاجه اتقالت عليه. فالولد خد وضعه جدا، وولد صغير جدا وبيلعب بقاله سنه ولا سنتين، دي تاني سنه يعني تاني سنه يلعب فيها تشامبيونز ليج، خد خبرات وهو في موناكو وفي باريس سان جيرمان، اتطور كتير جدا ولسه هيتطور. الولد عنده امكانيات انت لا تتخيلها. صح، يعني انت لما تروح تشوفه في التمرين، انا لما بسافر فرنسا وكده وببقى في باريس وبروح اشوف باريس سان جيرمان في التمرين وكده، لا بيعمل حاجات غريبه. فهو لسه قدامه سنتين ثلاث سنين وفعلا يعني هيعدي نيمار بكتير جدا. تتوقع انه ياخد جائزه افضل لاعب في البطوله؟ صعب صعب، لان ايدن هازارد بصراحه بالنسبه لي ومودريتش مؤثرين اكتر منه، لان هو كان مؤثر في المجموعات، ما كانش مؤثر، هو كان يعني ايه لعيب كويس جدا بيعمل حاجات ما بيعملهاش حد جنبه، بس مش مؤثر في نتيجه الفرقه. هو ما اثرش في ماتش الارجنتين. صح، في ماتش الارجنتين هو الماتش الوحيد اللي فيه لا اثر فعلا. طب هل ممكن يا كابتن مظهر ان بعد ماتش الارجنتين بدا الفرقه تاخد بالها من امبابي وبداوا ان هم يقفلوا عليه باكتر من لاعب ورقابه لاصقه عشان هو بيحب المساحات؟ ده كان هابن فعلا. انا وانت بتقول كانوا قفلوا، بس هم ما قفلوش عليه على فكره. هو في ماتش انجلترا كل كره بياخدها واحد بيعدي. ماتش بلجيكا يا كابتن مظهر، قصدي حضرتك ماتش، سوري انا اسف، ماتش بلجيكا تمام، كل كره واحد بيعدي. يعني ما هتقفل عليه ازاي؟ ما انت عندك واحد يعني يا كابتن بتكلم من ناحيه ان منتخب بلجيكا لاعب يعني دايما بيلعب بثلاثه، بقيه الفرق بتلعب باربعه، فهو ممكن يكون المساحات اللي بيبقى موجود او بيلاقيها في اربعه في خط الظهر بيلاقي مساحات اكتر، لكن ثلاثه بيكونوا خانقين عليه مع واحد ديفندر مع واحد كمان جناح، فبيلاقي الموضوع ضيق قوي عليه. هو بيحب المساحات، بيحب يجري، بيحب يلعب الفرق اللي عندها مهارات او الفرق اللي بتلعب كوره، لكن الفرق الدفاعيه اعتقد ان الموضوع مش بيكون براحته زي ما حضرتك عارف طبعا، وحضرتك كنت بتلعب راس حربه دايما بتحب المساحات. اكيد طبعا، اوكي انت بتتكلم صح في كل حاجه، بس لاحظ ان في ماتش بلجيكا برضو عدى بثلاث اربع كور جوال. صح
صح يعني حتى صح. وانت ماسكه وانت خانقه عنده حلول. هي مشكله مانبي ايه؟ ان هو سريع وحريف. هو مش سريع بس صح. طيب فبيقدر فيقدر واحد واحد يعدي اتفق المساحه بيرقصه في مساحه بيحط ويجري. عنده حلول عنده حلول رهيب. ما تقدرش توقفه حتى مهما بتوقفه هيعملك حاجه بوستين ثلاثه صح. هيودي الجون هيجيب جون يعني فاهم على طول قلقك صح. اتفضل كابتن مصر. طبعا يعني مش عايز اطلع لحضرتك لكن عايز اعرف تقول لي ذكرياتك مع ديدي ديشام في الموسم ونص اللي حضرتك لعبت فيهم مع موناكو وتقول لي بقى يعني كان هل في بعض المواقف اللي حضرتك تتذكرها طبعا ولا يمكن تنساها؟ والله بص اللي انا مش ممكن انساها ما كانش لسه الميديا لسه الدنيا صح. الكلام ده كان من 18 سنه صح. من 18 سنه فجيت لما رحت اول يوم فكنت اضطريت اخرف رحت كان لسه ديدي ديشام يعني شافوني في مصر وتعاقدوا معايا ورحت كان ديدي ديشام ما يعرفني. لما رحت قلت له انا من مصر وكده كان شاف ليا شويه وكده قال انت اتاخرت ليه انت جاي على جمل؟ ركبوا جمال لسه قعدت اضحك قلت له جمال ايه فاكر فاكرين ان مصر لسه بنركب الجمل وكده مش 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 يعني من 18 سنه كنا لا كناش كده خالص كنا يعني الدنيا كانت برضه كويسه يعني. فده موقف عمري ما نسيته يعني اول ما شافني كده ضحك وقال لي انت جاي على جمل ولا ايه؟ طبعا بكره حضرتك هتشجع منتخب فرنسا على حساب كرواتيا اكيد ما فيهاش كلام. والله بص انا كده كده غصب عني هشجع منتخب فرنسا لان ولادي فرنساويين فمش بمزاجي يعني يعني انا مش بمزاجي ان انا ما اشجعش منتخب فرنسا انا غصب عني في البيت عندي هشجع منتخب فرنسا. كابتن مظهر كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب فرنسا بكره وشكرا جدا على وجودك على قناه الاهلي نجم مصر ونجم نادي موناكو الفرنسي الكابتن مظهر عبد الرحمن وكان لازم يكون موجود معانا الوحيد اللي